كله إلا كرش المدير، دي تطير فيها رقاب ويتخصم فيها مرتبات. وده اللي حصل بالظبط مع مريم حلمي، بنت مصرية حصلت لها أغرب حالة خصم في التاريخ. فإيه الحكاية؟ ومين صاحب الشركة اللي قلبت مصر؟ التفاصيل مفاجأة. في الزمن اللي احنا فيه ده الواحد بقى بيستنى المرتب من الشهر للشهر، خصوصا يعني ان ناس كتيرة مرتباتها بتخلص من يوم 10 في الشهر، علشان كده اي خصم بيعجز معاهم، بس الناس ممشية حالها. لكن علشان يتخصم لك علشان كرش المدير، اهي دي اللي جديدة. وعلشان كده مريم حلمي لما حصل معاها الموقف ده ما استحملتش ونزلت صورة من جواب الخصم، وكانت المفاجأة اللي خلت المصريين يضربوا كف على كف واسئلتهم تزيد. من الواضح كده ان مريم شغالة في العلاقات العامة لشركة تكنولوجيا اسمها جمال تك، ومن حظها السيء صورت رئيس مجلس الإدارة في فيديو هو بيتكلم عن عربيته، بس المدير ما ظهرش في احسن صوره، وباين عليه زياده الوزن شويتين ثلاثه، وده اللي ضايق المدير والشركه عموما، لانهم شايفين ان مهم قسم الاعلام في الشركه هو اظهار الموظفين باحسن صوره، مش كرشهم متر قدام. وعلشان كده الشركه قررت تخصم لمريم من المرتب، بس تخصم كام بقى؟ 3500 جنيه. وده اللي خلى الناس تدخل تسال، لما الخصم 3500 جنيه، مريم حلمي اصلا بتقبض كام؟ ولا الشركه خصمت لها المرتب كله؟ ولأن البنت ما صدقتش اللي بيحصل معاها، خدت خطوة جريئة ونزلت صورة من جواب الخصم على حسابها فيسبوك. من الواضح برضو انها ما توقعتش رد الفعل على الصورة، لأن خلال ساعات قليلة جدا الصورة انتشرت والكل تعاطف مع مريم ومستغرب من رد فعل الشركة اللي شايفينه مبالغ فيه. وورقة الخصم مكتوب فيها: أستاذة مريم حلمي، نحب نبلغك ان تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه مصري من مرتبك الشهر ده، والقرار نتيجة تصويرك لفيديو بيظهر فيه بطن السيد عبد الرحمن الجمال رئيس شركة مجلس إدارة الشركة بصورة ممتلئة أو منتفخة، وده يعتبر مخالف للسياسات المتبعة في قسم الإعلام. زي ما انت عارفة من ضمن مسؤولياتك في قسم الإعلام إظهار أفضل صورة لكل العاملين في جمالتك بدون استثناء، وزيادة في التأكيد حطوا لها لينك الفيديو علشان تتأكد بنفسها، وكمان قالوا لها إن احنا بنقدر مجهودك وعارفين إنها المرة الأولى اللي تغلطي فيها من بداية شغلك معانا، لكن نتمنى إننا نتفادى الأخطاء في المستقبل وشكرا لتفهمك. والغرابة مش في الخصم بس، كمان في محتوى الفيديو اللي نزله رئيس الشركة، لأنه بيتكلم فيه على لون العربية وهل يفرق في نجاحك ولا لا. وقال للمشاهدين: دايما هتشوفوني راكب عربية بيضة ايا كان ماركتها، لانها بتتشاف على الطريق بسهولة، وده بيحميك من الوقوع في مخاطر السواقة، كمان الافضل تجيب سواق وتركز انت في شغلك، كمان لا قدر الله لو خبطت في حد وانت سايق بنفسك ممكن تدخل السجن وده هيعطلك عن المستقبل، ده غير ان انت وانت سايق ممكن حد يكسر عليك او يقولك كلمة مش تمام فيقفلك من اليوم كله. دي حاجات صغيرة هتأثر على نجاحك قدام، فمن الاول هات عربية بيضة مع سواق ريح دماغك. ولغاية دلوقتي الشركة لسه ما ردتش على مطالب الناس بإلغاء خصم مريم حلمي، ومش عارفين هل دي حركة تسويقية مقصودة ولا فعلا البنت اتخصم لها 3500 جنيه علشان طلعت كرش المدير في الفيديو. انت بقى شايف الحق مع مين فيهم؟